من أسبوع عرضنا تقرير عن مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية ضمن سلسلة تقارير برنامج 90 دقيقة آخر الأسبوع عن أحياء خارج الزمن، لكن التقرير اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. منطقة منشية الجبل الأصفر بالرغم من قربها من أكبر محطة صرف صحي على مستوى الشرق الأوسط إلا إن ناسها بيعيشوا على بحيرة من الصرف الصحي وما فيش مواصلات ولا خدمات ولا أي حاجة هناك. في بشر بس. بشر معذبين. تعال نشوف هذا التقرير الذي أعدته بحرفية عالية الحقيقة زميلتنا نيفين سليم، ونرجع مرة تانية لحضراتكم. ما عندناش صرف صحي، عندنا طرنشات، وتعال حضرتك شوف الطرنشات ضاربة سايبة في الشوارع لأن الأرض اتشبعت بالمية. أنا عايز كل يوم 200 جنيه انزح طرنش، طب انا هجيب منهم كل يوم 200 جنيه؟ الارض اصلا اتشبعت بالميه. فاحنا عايزين الصرف اصلا، واتعمل لنا وطلعت لنا ميزانيه، واتعمل مع المقاولين ماخدين العقود بالشوارع بتاعتنا والصرف الصحي لينا. ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، وتوقف فجاه، وقعدنا نشتكي ونروح للمحافظ ونروح لرئيس مجلس المدينه، وكل يقول لي هنيجي وما بيجيش. وفي ناس راح للسيد المحافظ قال لهم فين النواب بتوعكم؟ والنواب بتوعنا بيبعتونا على هناك، وانا ما بتكلمش مع مواطنين. قدمنا طلبات عشان يجيبوا لنا الصرف الصحي. الطلبات جبلت من الجهاز التنفيذي في رمسيس، وخدنا موافقه، وراحوا طلعوا لنا ميزانيه 40 مليون. بعدها طلعوا لنا 40 مليون اشتغلوا في التقسيم. نفاجأ انه قالوا الجنب ده خد الحيز العمراني، رغم الجنب ده قديم وعندنا ما يثبت وصولات ميه وصولات نور وصولات تلفونات ومباني متشرعه يمكن 10 ادوار، وسيادتك هتروح تصور وتشوفيها. ثانيا معانا يعني يثبت ان دي مش عشوائيه. يوم 6/1 رحنا للمحافظ فين القناطر، رحنا للمحافظه قالت فين القناطر، رحنا قلنا ايه انتوا عاوزين طلب شخصي ماشي، لكن طلب خدمه عامه لا. يا باشا احنا مش عاوزين حاجه، احنا عاوزين طلب خدمه عامه والناس شغاله، هيلموا حديدهم وماشيين. بالنسبه للتعليم حضرتك كده مفيش غير مدرسه واحده بتتبع منشيه الجبل الاصفر ابتدائي، مدرسه كانت واحده متبرعه بارضها من سنه 70، ما فيهاش غير 3 ادوار، ولحضرتك العيال موت، وعندنا مدارس هنا خاصه كتيره وارقامها غاليه ما حدش قادر يدفع. يعني احنا معانا ولادي، انا معايا ولادي والمدارس، تروح حضرتك المدرسه تلاقي الفصل فيه بال 80 90 عيل موت، يعني لو شفت المدرسه بقى المنطقه دي بقى محطوطه حضرتك من اول حوت شاكر السلام لغايه السرياقوس هي مدرسه واحده من سنة 70 مبنية، وهي متهالكة حاليا وقايلة للسقوط. أولى في الصبح وثانية وثالثة ورابعة الساعة 11، وبعد كده ثالثة ورابعة وخمسة وستة. ما فيش مدرسة ثانوية ولا حاجة، وعيالنا بتروح بعيد آخر الدنيا. طريق مكسر وغير صالح، وفي بعض الناس هنا شغاله وسط القاهره، يعني انا واحد من ضمن الناس بعمل سائق في مدينه ناصر مع اسره. لو جيت الساعه 11:30 او 12 بالليل ما بلاقيش مواصلات وباجي ماشي من سبيكو. ليه السواقين بتيجي بالليل بتخاف من الضلمه؟ واخده بالك؟ والطريق غير صالح، يعني بيخاف يمشي في طريق زي ده، وتيجي بالليل حضرتك يمكن الشارع ده بالليل تعدي عليه لا يقل عن حوالي 1500 عربيه تريلا محمله جايه من على الخط الاقليمي، رايحه الجبل الاصفر، رايحه ابو زعبل، رايحه الخنكة، رايحه سرياوس، لان ده يعتبر طريق اقليمي. حتى الاضاءه حضرتك يا فندي في لا يقل عن حوالي 1000 عمود بيربط من عزبه ال40 لحد سبيكو، لا يوجد غير حوالي 20 عمود اللي هم منورين، والباقي ما فيش، معدوم، ما فيش، يعني الدنيا ضلمه. وفي سيدات بتعدي بالليل بتبقى جايبه حاجات على العربيات وبتعدي وبتحصل حوادث. عايزين نقطه امن، امن تمر تتامن الطريق ده والشارع ال40. احنا ناقصنا جميع الخدمات، احنا هنا شعب معدوم معدوم معدوم. طبعا الوحده دي مش كافيه على المنطقه دي، منطقة مهولة بالسكان، عملها كمان مش مستمر بانتظام، ما فيهاش طبعا العلاجات الأدوية المتوفرة اللي تقدر توفرها المنطقة بالكامل زي كده، التخصصات ما فيهاش، الطبيب ساعات يجي ويمشي،
يعني مش كافية، مش كافي، وضع مش كافي. احنا محتاجين حاجة متكاملة هنا، لأن المنطقة هنا كبيرة، يعني عاوزين مستشفى متكاملة. الخدمات الصحية سيئة للغاية، يعني احنا عندنا وحدة صحية، الوحدة الصحية ديت هي فيها طبيبة، الطبيبة ديت بتكشف عيون وبتكشف بطنة وبتكشف عظام، بتكشف كل حاجة يعني، وحتى على الأطفال ما فيش تخصصات أصلا، يعني هي بس بتيجي على الأطفال الصغار، وما فيش أي رعاية صحية ولا أي حاجة في بالنسبة للوحدة الصحية. ما فيش ملاذ لينا غير مستشفى السلام، هي اللي بناخدها في عربياتنا، لينا عربية الحمد لله سعفناها، ما لناش عربية ممكن يموت في إيدينا.